أكثر. نشاهد وإياك باسل هذه الصور من غلاف غزة، هذا يعني القصف الذي قامت به المقاومة، كتائب القسام تحديدا في الواقع، كانت قد أعلنت منذ قليل قصفها مناطق في غلاف غزة في عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية. هذه الصور التي تم نشرها لهذه الرشقات الصاروخية والتي استهدفت مستوطنات غلاف غزة، نشاهد فيها سيارة إسرائيلية محترقة شبت النيران فيها جراء سقوط صاروخ عليها. كانت أيضا هيئة البث الإسرائيلية قالت إن صفارات الإنذار دوت في عدد من مناطق ومستوطنات قطاع غزة نتيجة هذا القصف والرشقات الصاروخية التي وجهتها المقاومة إلى هذه المناطق.